الثالث أن يميز الطالب دور الجلد في الاستقبال الحسي. ما هو دور الجلد في الاستقبال الحسي؟ نحن كيف عم نقدر نشعر بالألم؟ كيف عم نقدر نشعر بالحرارة مثلا إذا لمسنا على شيء بارد أو إذا لمسنا على شيء ساخن؟ طبعا كلمة حرارة لا تعني فقط الشيء السخن على فكرة، يعني مو بس والله نحن عم نحس بشيء سخن، قد نشعر أيضا بالأشياء الباردة. الحرارة قد تكون منخفضة وقد تكون مرتفعة، صحيح؟ طيب كيف نشعر بمثلا الألم عندما نتعرض لوخز مثلا معين؟ الأشياء كيف نقدر نحس أنه هي ناعم مثل الملمس أو خنشرة الملمس؟ تنتشر في البشرة نهايات عصبية، وتحتوي الأدمة على جسيمات حسية، مما يجعل الجلد حساسا لهذه التنبيهات. لاحظوا، نحن حكينا أن الجلد يتألف من طبقتان، هما البشرة والأدمة. البشرة ماذا يوجد فيها؟ يوجد فيها فقط ماذا؟ النهايات العصبية. بينما الأدمة يوجد فيها الجسيمات الحسية. فالجلد يكون حساساً لللمس وللألم والوخز والحرق. طيب كيف يتم استقبال التنبيه وكيف يتم نقل التنبيه؟ يتم نقل التنبيهات عن طريق الألياف العصبية للمنبهات اللمسية والحرارية. هذا جسيم، لاحظوا شكله، هذا جسيم لللمس، وهذا جسيم يأخذ تنبيه الضغط، وهذا جسيم يأخذ تنبيه السخونة، وهذا نهايات عصبية ونهايات عصبية حرة. طيب هل هذه الجسيمات اللمسية هل هي جسيمات مستقلة بالبنية وفقط موجودة جسيمي فقط؟ لا، أكيد تتصل بشيء له علاقة بالأعصاب، تتصل بليف عصبي. الجسيم اللمسي مثلا نحن تلمسنا شيء وشعرنا أنه ناعم الملمس، الجسيمات اللمسية هي اللي بتأخذ هذا التنبيه وبتنقله عن طريق ليف عصبي إلى ماذا؟ إلى الأعصاب الشوكية. طيب هذه الألياف تجتمع بالأخير مع بعضها. نحن حكينا أنه الألياف العصب هو عبارة عن ليف أو مجموعة من الألياف أو مجموعات حزمة أو عدة حزم الألياف العصبية. طيب هذه الألياف تجتمع مع بعضها فتشكل عصب، أخذت التنبيه اللمسي، انتقل عن طريق الليف العصبي إلى العصب. هذا العصب لوين رح يروح؟ رح يذهب إلى الأعصاب الشوكية. الأعصاب الشوكية نقلت هذا الإحساس إلى النخاع الشوكي. طيب النخاع الشوكي في مادته البيضاء هو عبارة عن طريق لنقل السيالة العصبية، صح؟ نحن قلنا المادة الرمادية من أجل موضوع الانعكاسات، أما المادة البيضاء هو عبارة عن وسيلة لنقل التنبيهات العصبية أو نقل السيالة العصبية عفوا. طيب انتقلت من خلال النخاع الشوكي لوين راح توصل؟ راح توصل إلى المخ. ماذا يوجد في المخ؟ يوجد عندنا باحات للإحساسات، مثلا باحة إحساس سمعي وباحة إحساس مثلا البصري، صحيح؟ ويوجد أيضا باحة الإحساس باللمس. فتنتقل هذه التنبيهات وهذه السيالة العصبية إلى المخ حيث يحدث الإحساس باللمس. إذن البشرة ماذا يوجد فيها؟ نهايات عصبية. الأدم ماذا يوجد فيها؟ جسيمات حسية. سواء كانت النهايات العصبية أو الجسيمات الحسية أخذت التنبيه، كيف رح تسلك الطريق؟ كيف رح تروح على المركز العصبي اللي رح يفسر هذا الإحساس؟ رح تنتقل هذه التنبيهات عن طريق الألياف العصبية إلى ماذا؟ إلى الأعصاب الشوكية. اجتمعت الألياف كلها، صارت عصب، راحت إلى الأعصاب الشوكية. طيب الأعصاب الشوكية إلى أين ستنتقل؟ إلى النخاع الشوكي الذي تسلك من خلاله من خلال المادة البيضاء الموجودة في النخاع الشوكي وتصل إلى المخ. توصلت على المخ فحصل الإحساس وإدراك الإحساس اللمسي. الإحساس حصل بالجسيم الحسي، بينما إدراك الإحساس وتفسيره حصل بالمخ. يستجيب الجلد للمنبهات المختلفة كما في الجدول التالي. نحن عم نقول جسيمات حسية، جسيمات حسية من أول الدرس. طب ما هي الجسيمات الحسية؟ الجسيمات الحسية هي بنى خاصة موجودة في طبقة الأدمي. طيب ما هي مهمتها؟ وهل جميع الجسيمات الحسية لها نفس الوظيفة؟ لا، يوجد عندنا جسيمات تختلف بنوعية التنبيه اللي تستقبله. ففي عندنا نحن نشعر بإحساسات لمسية، أي شيء بنلمسه خشن ناعم، هذا الشيء كيف نقدر منفسره أو كيف نقدر أنه نميزه؟ نستطيع أن نتعرف على الأجسام وملمسها من خلال الإحساسات اللمسية اللي بيكون مسؤول عنه
جسيمات حساسة للمس وجسيمات حساسة للضغط. ونوع التنبيه في هذا الإحساس يكون لمس أو ضغط. طيب الإحساسات الحرارية تكون لها أهمية من أجل الإحساس بالسخونة أو بالبرودة، مثل ما حكينا الحرارة قد تكون مرتفعة وقد تكون منخفضة. نوع المنبه في هذه الإحساسات هو درجة الحرارة إذا كانت مرتفعة أو منخفضة. طيب من هو المسؤول عن الإحساس الحراري؟ جسيمات حساسة للسخونة وجسيمات حساسة للبرودة. فلاحظوا كم نوع جسيمات صار عندنا، صار عندنا 4 أنواع من الجسيمات: حساسة لللمس، حساسة للضغط، حساسة للسخونة، حساسة للبرودة. الحساسة للسخونة والبرودة نوع المنبه اللي بيأثر فيها درجة الحرارة، وبتميز نوع الإحساس الحراري سواء كان ساخن أو بارد. طيب جسيمات الحساسة لللمس والضغط، نوع المنبه اللي بيأثر فيها اللمس والضغط، نوع الإحساس وأهميته الإحساس اللمسي حيث نتعرف من خلاله على الأجسام ولمسها. هاي هي الجسيمات الحسية التي تتوزع في جلد على الجلد في جسم الإنسان. أما النهايات العصبية الحرة الموجودة في البشرة، فالجسيمات الحسية عم تحس بالسخونة وبالبرودة وبالضغط وباللمس. ما هي مهمة النهايات العصبية الحرة في البشرة الحية؟ مهمتها الإحساس بالألم. إذا الإنسان شعر بألم ما، فبيكون النهايات العصبية الحرة، طبعا الألم الخارج اللي عم يجي من طريق الجلد، تمام؟ فبتكون النهايات العصبية الحرة هي التي تستقبل هذا الإحساس بالألم، ويكون نوع التنبيه تنبيه آلي أو وخز. عندما مثلا نشعر بوخز الدبوس بألم، لا قد نصدم بشيء، منهم إحساس مؤلم. مهمته مهمة النهايات العصبية الحرة هي استقبال هذا الإحساس. لا يبدو مو شيء ساخن، الشيء الساخن نحن حكينا أنه له علاقة بالجسيمات، بينما النهايات العصبية، ربطوا الفكرة بشكل جميل جدا حتى ما تخربطوا فيها رجاء. النهايات العصبية مهمتها الإحساس بالألم، تمام؟ أما الجسيمات فهي التي تشعر بالحرارة وبالسخونة، تمام؟ لا تخربطوا بين الجسيم وبين النهاية. أساسا النهاية العصبية موجودة في الأدمي، بينما في البشر عفوا الطبقة المولدة، النهاية العصبية توجد في البشرة في الطبقة المولدة، أما جسيمات الجسيمات كلها بتكون موجودة في الأدم. الإحساس بالحرارة والبرودة يكون نقطي. طيب رأيكم هذا الإحساس بالحرارة والبرودة مين رح يجاوبني على السؤال إن ليش بيكون نقطي؟ نحن ليش بنحس بنقاط معينة في جلد الإنسان بالحرارة والبرودة؟ ميناس تفضلي. أنسي بسبب وجود جسيمات حساسة لللمس وجسيمات حساسة للضغط، نعم، وجسيمات بالضبط. حساسة للسخونة وجسيمات حساسة للبرودة، نعم بالضبط هذا اللي بدي أنا. طب هل هاي الجسيمات عم تتوزع بشكل نقاط صح؟ فبالتالي الإحساس بالحرارة والبرودة يكون نقطي. السؤال هون أنا كنت عم بسألك يا ميناس أنه نحن الإحساس بالحرارة والبرودة يكون نقطيا، يعني نحن في عندنا نقاط محددة في جلدنا تشعر بالحرارة وتشعر بالبرودة، لماذا؟ نقول بسبب وجود جسيمات حساسة للسخونة وجسيمات حساسة للبرودة بشكل نقاط، يعني النهايات العصبية، النهايات العصبية منتشرة بكل منطقة البشرة صح؟ بكل البشرة خلاص في عندنا نهايات عصبية، ولكن الحرارة والبرودة بيكون الإحساس فيها نقطي بسبب وجود نقاط في الجلد تتنبه بالحرارة ونقاط تتنبه بالبرودة. طب الإحساس بالبرودة والحرارة أيضا يسبب منعكسات مقاومة للحرارة والبرودة، فإذا شعرنا بالحرارة بصير في عندنا منعكس يناسب هذا الشعور، مثلا حرارة مرتفعة بصير عندنا إفراز للتعرق صحيح؟ هذا الشيء سبب منعكس صح، فعطى إفراز العرق. طيب إذا نحن حسينا بالبرد كيف نقاومه؟ كيف نقاوم البرد؟ عاسم بنلبس إنه مثلا أو منحس نبرك مكان دافي مشان بسببنا لأنه ارتعاش لبردنا. نعم أحسنتي، يعني عليك بصير عندنا ارتعاش لأن إحنا كسلوك معين لازم نسمك لبس تاني نقعد مكان دافي مثل ما تفضلتي، ولكن انا قصدي الجسم كردة فعل شو بيساوي جسمنا؟ بصير عندنا ارتعاش. طب هذا الارتعاش هل هو مفيد؟ نعم هو عبارة عن منعكس من اجل مقاومة الحرارة المنخفضة، مقاومة البرد. يعني الارتعاش اذا نحكي عنه بموضوع توليد الطاقة، ونحن وقت عم نتحرك زيادة الحركة اللي بتسببها الارتعاش يؤدي الى توليد طاقة حرارية من اجل ماذا؟ من أجل تدفئة الجسم.